لكن خليني اقول لك بقى الخبر اللي جاي نفسي اقوله بصراحه. يعني دايما يا احمد كده بنشوف ان احنا لما بيبقى في خبر وحش او خبر ليه دعوه بالفساد او بشبهه فساد بشخص ما، وخصوصا لو كان مسؤول، ويا سلام بقى لو كان وزير، تبقى الاخبار ساخنه وبتطرح في كل حته ونشاركها في كل حاجه. وزير التموين الاسبق المهندس خالد حنفي اللي تم تبرئته من الاموال العامه من قضيه فساد القمح، الحقيقه انه احنا شايفينه من واجبنا ومن دورنا الاساسي ان احنا نشارك الناس ونقول يا جماعه انه تم حفظ القضيه واستبعاد شبهه العدوان على المال العام، وتأيدت خلاص كانه الراجل تم تبرئه ساحته. انت كان ليك يعني راي في القضيه دي من اول ما بدات، وكنت متاكد انه بريء. بصي انا اتصدرت في 2017 لاثنين كنت على يقين من براءتهم، دكتور اسماعيل سراج الدين في مكتبه اسكندريه ودكتور خالد حنفي وزير التموين. قد تكون بسبب معرفه عن طريق ناس، في ناس محل ثقه بيني وبينهم، اصدقاء مشتركين. هو اللي معلش عايز الفت نظر بس او نتكلم فيه، لماذا يرفض كل الناجحين في مصر حاليا تولي مناصب عليا؟ عشان اللي بيحصل مع دكتور خالد حنفي، وعشان اللي حصل مع دكتور اسماعيل سراج الدين، الهجوم والنهش في الناس لمجرد اتهامهم. انا بس قبل ما ناخد المداخله من معالي الوزير الاسبق دكتور خالد حنفي، ليه وقع مع سياده النائب مصطفى بكري صاحب البلاغ، او كما قيل ان هو كان اول ما انفجر البلاغ. انا في حلقه قلت له يا سياده النائب لك كل الاحترام والتقدير، ولكن اذا ثبتت براءه دكتور خالد حنفي انت مدين له بالاعتذار. قابلت الاستاذ المحترم محمود بكري في رحله ما، قال لي انت هاجمت سياده النائب، قلت له اطلاقا، انا يا سيدي انا مدين بالاعتذار لو ادين دكتور خالد حنفي، والنائب مصطفى بكري له كل الاحترام تاني مدين بالاعتذار، لان الاعتذار من شيم الكبار. تعالوا ناخد دكتور خالد حنفي نسمع الاول تعليقه على حفظ القضيه، وبعد كده نستكمل حديثنا. دكتور خالد مساء الخير.